يعني يتكلم بالله في لحظة مسك، الدين وين في حليوة حقك؟ الترفيه في كل شيء. رايد الشمري رايد وينه؟ مطلوب منه مطلوب عند الإدارة، عند الإدارة عندك في الإدارة. هذه رسالة قلت الكنترول هذا، أنتم ساحبين رايد من المجموعة؟ لا لا رايد وينه في؟ وينه في رايد؟ وينه في؟ اكتب قصيدة قصيدة. وينه في رايد يا كنترول؟ مين طلعوا من عندنا؟ طيب اخصم عليه مين الله يحفظك. دكتور رايد عنده شغل. لا حبيبي رايد ما عنده شغل، رايد ياكل في الشاورما. لا مو شغل، عنده قصيده قاعد يكتبها الشاورما. عنده مبادرة. وين رايد يا كنترول؟ مبادره. اي بالله سجلوا الكلام ذا عشان الاخوان هنا تمام، عشان الاخوان هنا ما هم مصدقين. ولو سمحتوا حطوه الان، شيلوا عني الكادر، حطوا رايد وهو في الشاورما. شكرا. مخصوم عليه مين الله يحفظك. تسمح لي دكتور بس؟ كيف؟ تسمح لي؟ تفضل. رايد من العصر بعد ما ايش اسمه بعد ما خلص. لو هو مهتم يقول يا كنترول لو تطلعوا توقعوا انا ما اطلع من هالفقره، لان فيها، لانه اقول لكم شغله، انا كنت متساهل معكم حقيقه. تسمح لي بس دكتور؟ لان دقيقه حبيبي حرجع لك، انا كنت متساهل معكم، لكن من ابتداء من الاسبوع اللي فات اديتكم شويه رسائل، واليوم حنبدا في الرساله الحقيقيه. تفضل حبيبي. اسمع يا دكتور، هو طلع اليوم بعد المطبخ، كان عنده فقره المطبخ، وطلع طال عمرك حتى ما نام، بعض الشباب ناموا بعد المطبخ الا هو. طلع يكتب قصيده. طيب وبعدين؟ جلس الى المغرب، جيت وسالته كيف القصيده، قال والله مطلوب مني لازم اسلمها قبل العشاء. وطالبين من الاداره. فحتى الريلتي ما طلع معنا فيه ولا نخصم على الاداره 100 يعني. نخصم على الاداره 100. لا بس الخطا مني انا اعرف فقره اللي يغيب منها. اي واحد بيغيب منها من اليوم، من اليوم حطوها في بالك. طيب نبغى عفو اللي بيغيب. لا والله اللي بيغيب 100 بتروح عليه. طيب دكتور والله عين فريقه. دكتور الخطا مني ترى ما حينفع لك. الخطا مني يا دكتور ما بلغتك. ما اسف الخطا مني. لن اسمح ولن اصفح. ال100 راحت عليكم. شكرا. لو سمحتوا غير الموضوع، غير الموضوع، غير الموضوع. وطالب